تدي لها هيك وتشوف هيك هيك باش تبقى تبدا تطلع عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا محمد بشير مطيطل من منطقة درج، واجدي اليوم في معرض الصحراء للثقافة والتراث في منطقة درج. طبعا نبدأ مختصر على المعرض، تاريخ تأسيسه في سنة 90، حيث كانت هوايات بسيطة في البداية، تجميع الطوابع البريدية والعملة القديمة وبعض المقتنيات اللي موجودة في المنطقة وخارج حوالينها، خارج المنطقة من مواقع أثرية. فلما لي من شغف للهواية اللي هي هواية الفنون التشكيلية بشكل عام، فطلعت بفكرة كيفية استفادة من النخلة بالشكل الأمثل، يعني من ناحية جمالية كتحف وك ونرجو من كل المهتمين والجهات أن تدعم الجمعيات اللي تهتم بالتراث وبالصناعات التقليدية وبها الموروث، وشاكرينهم على جهودهم المبذولة.